كابتن عادل، كيف رأيت ربما فوزين لنادي المدينة أمام الاتحاد وأمام بشائر بقيادة الكابتن الوطني جمال خميس في مواجهة المدرب التونسي محمد التلمساني؟ أخي أحمد، أتفق في كلامكم مع المدينة. أعتقد أن أي فريق في ليبيا وخارج ليبيا أن تكون بداية بهذا الشكل، فأعتقد أنها هي بداية ممتازة ومثالية ولا تتكرر. لم تتكرر الفريق المدينة منذ السنوات اللي عانى من مشاكل تغيير المدربين واختيارات اللاعبين بطريقه خاطئه. أعتقد أن فريق المدينة وجد صلاته الآن في المدرب وفي الجهاز الفني وفي اللاعبين، ولكن الأسابيع المقبلة ممكن نحكم على المدينة. حكمت عليه مباراة الاتحاد، لكن فريق الاتحاد كنا نعرف أنه هو فريق متجدد بالكامل مثل المدينة، لكن أعتقد مع الأسابيع المقبلة يبان أحسن. المدينة اللي حق لها أنه هو فاز بغض النظر على المستوى، واللاعبين زي ما قال الكابتن عباس هناك لاعبين كانت لهم أمور خاصة بهم هم في التفوق إثبات الذات ونجحوا فيه. أعتقد أن الفريق المدينة ليس كالسنوات الماضية، ونحن وهذا من نجاح الدوري أو من نجاح المنافسة في الدوري. كيف يكون فريق مثل المدينة مع الاتحاد والأهلي طرابلس والأولمبي والسواحلي، أعتقد خماسي يعطي إراحية كويسة لفوز المجموعة الثانية. بالتأكيد كابتن عادل جنابة، ونتمنى أن يعني يستمر توهج المدينة وأندية أخرى حتى نشاهد دوري على مستوى أميز وأمتع ربما من السنوات الماضية على الاتحاد.